كانوا طالعين رحله من بني مزار لدير الانبا صميل غرب الغابه، فطلع عليهم جماعه ملثمين ارهابيين ضربوهم، نزلوهم العربيه وسالوهم انتم مسيحيين ولا مسلمين؟ قالوا احنا مسيحيين. فراحوا دوروا الضرب فيهم، خدوا اللي معاهم والصيغه اللي معاهم كله وضربوهم موتوهم. هم طلعوا الاتوبيس وسالونا ادوا الشهاده رفضنا، ادوا الشهاده رفضنا، فابتدوا يضربوا فينا بالنار. كانوا بيضربوهم في النار يا فرجبتهم يا فرقتهم. 15 واحد من العيله بتاعتنا مين؟ الاطفال ذنبهم ايه عشان يموتوا؟ احنا عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ قال لي بنمنن عشان يعملوا فينا كده؟ ده احنا لسه ما فوقناش من الكنائس اللي ضربوها، يستنوا الميكروباصات لسه رايحه الرحله تعبد ربنا، مش رايحين يعبدوا حاجه. يعملوا لنا فينا كده؟ عملنا فيهم ايه؟ شباب وحريم واطفال. شباب لسه بدايه حياتها. اطفال صغار ما لهاش ذنب، لابسين حرامات لابسين صغير. عيل صغير انا عايز افهم بس، حد يفهمني. مفيش الا المسيحيين في البلد كلها بتدفع الضريبه ليه؟ ليه؟ لما يكون في شيخ اللي هو شيخ سالم عبد الجليل يطلع يقول ان عقيده المسيحيه عقيده فاشله، يبقى ليهم حق ان هم يعملوا فينا عزت من كده. مضروبين انهم مسيحيين، يطلع شيخ الازهر يقول دول كفره مش مسلمين بس. والقداسه البابا يقول ان احنا عايشين في العصر الذهبي، ده العصر الذهبي اللي انتم عايشيننا فيه. الارهاب متشايلنا من بره، ده احنا بنخاف دلوقتي نمشي في الشارع عشان نتضرب. اما نموت لا، ما نكرهش حد، احنا ديننا دين محبه. احنا ما بنعملش حاجه وحشه في حد، ولا المسيحيين بيغب بدون حد وبيحبوا البلد. لو احنا مسيحيين وضعفة احنا اهلنا قوي، لو احنا مسيحيين وضعفة خليكم انت اخويا وحمودة، خليكم انت اخويا وحمودة. انا اسمي حسين والناس اللي ماتت دي جيراني واصحابي واخواتي، وانا طالع من الصلاة جاي اجري بالدموع في عينيا. احنا لينا شهداء وربنا عز الكل. كان احنا عمرنا في يوم من الايام ما هنادي غير بالسلام، يعني ما عندناش غير كلمة سلام. العالم بيشهد ان النهارده الكنيسة بتسلم معانا رغم الصليب بيلمع. بنشكر كل الاخوة اللي شاركوا سواء مسلمين مسيحيين الكل. احنا بنطمن الناس لان دول اعلى مرتبة في السماء، اعلى مكانة في السماء، بقوا الشهداء في الكنيسة. نفتخر بيهم، احنا كاقباط بنفتخر بيهم وبنشكر ربنا على هذا. عزائنا ان اولادنا شهداء في السماء هم بيصلونا. منظر صعب، لكن احنا ما لناش غير الهنا القوي يعزينا، واحنا بنجهز الكنائس وبنجهز قلوبنا استعدادا لعيد حلول روح القدس. فاحنا بنطلب من روح الله القدوس يملانا تعزيه ويسندنا ويعضدنا ويعزي اسر الشهداء ويسند المصابين في ضيقاتهم ويدينا احنا نعمه الاستعداد لملاقاه الرب في اليوم الاخير.